لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: لا يحل لرجل أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام.